السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة هنعمل فيها المكرونة البشاميل بربع كيلو من اللحمة المفرومة. بس انا هستعمل نص كيلو من اللحمة المفرومة مع الاضافات اللي هنحطها والمكونات اللي هنحطها مع اللحمة المفرومة، هتديني بالظبط كيلو من اللحمة المفرومة. يعني بربع كيلو من اللحمة المفرومة هنعمل اكبر صينية في طقم الصواني البايركس مكرونه بشاميل، وهتطلع تحفه زي ما حضراتكم شايفينها كده. وعملنا بطاطس الشيبسي في البيت، وقدمنا جنبها شويه مخللات وممكن سلطه خضراء كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل المكرونه الجميله اللي قدامنا دي ازاي. اول حاجه انا عندي نص كيلو لحمه مفرومه، بس طبعا مش هستعملها كلها، عليها نص كيلو من البصل متقطع مكعبات صغيره. قلب البصل لحد ما يبتدي يدبل معايا، بنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. هقلب بقى التوم مع البصل زي ما حضراتكم شايفين كده، ريحه التومه طلعت. هحط عليها معلقه صغيره من الكزبره الناشفه او الجافه، وبعد كده هنزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا الكم ده بتاع اللحمه المفرومه انا مش هستعمله كله، انا هاخد نصه بس، لان انا قايله لكم ان احنا هنعمل الصينيه بربع كيلو من اللحمه المفرومه. قلبي بقى لحد اللحمه كده ما لونها يبقى بالشكل ده. هحط فلفل اسود معلقه صغيره، معلقه صغيره من القرفه، وحطيت الملح، وحطيت كمان فصين من الثوم المهروس اللي هو الني، بيدي ريحه للحمه المفرومه او العصاق بتاعنا في منتهى الجمال. عندي بقى الطماطم اللي انا كنت مسبكاها او كنت عاملاها صلصه في الفريزر، وحطيت عليها معلقه من السكر. هنا بقى عندي فلفل الالوان، اي نوع فلفل عندك، بس لو فلفل الالوان متوفر عندك ده بيرفع القيمه الغذائيه جدا. وحطيت كمان جزرتين مبشورين، الجزر ما بيبانش نهائي في العصاج لما بتيجي تاكليه. حطيت كبشه كمان او معلقه كبيره من الصلصه، مش الصلصه المعلبه، لا الصلصه اللي انا عاملاها في البيت، ولحد ما تستوي اللحمه خلاص وطفيت عليها. هنا بقى كوبايتين من الشوربه او المرقه، كوبايتين من اللبن او الحليب، عليهم 6 معالق من الدقيق، او حسب بقى كميه الصينيه او حجم الصينيه انت هتحددي المقدار ده. بعد ما قلبت كده حطيت معلقه من الفلفل الابيض، لو ما عندكيش حطي فلفل اسمر، وحطيت معلقه صغيره من السكر، بيدي تسكيره وتطعيمه حلوه قوي بدل مرقه الدجاج. هقلب كده، وظبطي بقى الملح بتاعك لحد ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. هو ده القوام اللي انا عايزاه كده، خلاص هطفي عليه النار. طبعا سلقت المكرونه بتاخد على النار في حدود 7 دقايق، ما تكتريش عن 7 دقايق عشان ما تطلعش معاكي المكرونه البشاميل معجنه ومطبقه كده وطعمها ما بيبقاش ظريف. جبت بقى البايركس بتاعي ده، اكبر صينيه في طقم البايركس، حطيت فيه بشاميل وهرشيت عليه كده شويه من البقسماط، وهنزل بقى بنص المكرونه اللي انا سلقاها. هنا المكرونه نسيت احط عليها بشاميل، المفروض بحط على الكم كله بشاميل واقلب وانزل بتدريج. انا هنا نسيت احط، فهحط على النص الاولاني ده بشاميل، وحطيت بشاميل على النص التاني اللي هو في المصفى وقلبته كويس. بعد ما حطيت البشاميل على المكرونه، بصوا بقى العصاج، بصوا الجمال ما شاء الله. ولسه كمان عندي نص الكميه، هشيلها في علبه او في كيس ثلاجه في الفريزر، هتعملي كمان صينيه وممكن كمان تعملي منه الجلاش. هسوي بقى كده اللحمه المفرومه، وهنزل بنص المكرونه الثاني المتبقي عندي اهو. سوي بقى المكرونه بتاعتك كده بحيث ان الطبقه اللي فوق تبقى قد الطبقه اللي تحت، تبقى متساويه عشان تبقى شكلها حلو في التقديم، وتضغطي كده بالسباتولا علشان لما تيجي تقدمي المكرونه تبقى معاكي الخرطه كده متماسكه، ما تبقاش سايبه معاكي وانت بتقدميها. سوي بقى كده البشاميل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بكون برضو عندي البقسماط الناعم عشان احط على الوش. انا البقسماط بيخلي كده القطع بتاعت المكرونه البشاميل وانت بتاكليها كده بتحس ان هي كريسبي الى حد ما كده، ومن جوه طريه فبيبقى طعمها تحفه. سوي بقى الحروب بتاعت البايركس كده عشان ما تتحرقش كده في الفرن، وطبعا ده بتتعبنا واحنا بننظف الصينيه او بيغلبنا بمعنى اصح. سوي كده الحروف، هتخش على فرن ساخن مسبقا على 200 درجه او 220، بتاخد اللون من تحت، ما خدتش اللون اللي من فوق بولعي الشوايه، لكن لو خدت فوق زي تحت خلاص هنطلع بقى الصينيه نستنى عليه لما تهدى، ما تقطعهاش وهي سخنه عشان ما تفرفطش معاكي. هنبتدي بقى نقطع معانا المكرونه ونقدمها ان شاء الله. ادي المكرونه بتاعتنا، حطينا عليها الكاتشب من فوق طبعا بالطريقه اللي انت عايزاها والتقديم اللي حضراتكم عايزينه. حطينا معاها الشيبسي، خدنا حبيتين من البطاطس قطعناهم عملناهم شيبسي في البيت، بدل ما تشتري الشيبسي من بره غالي مش هديكي الكم ده، وفي نفس الوقت النظافه وانت عارفه ما فيهوش مواد حافظه ولا اي حاجه. وادي الشيبسي اللي احنا عملناه وحطينا له ديكوريشن بسيط كده من الفلفل الالوان.
اهي كده، وادي المخلل بتاعنا اللي عملناه مع بعض على القناة. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلكم اشعار بصفات الجديدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.